لسه عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه، بس خلونا نبدأ بأن بعثة الأهلي طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب وصلت القاهرة بالسلامة الحمد لله. ده كان امبارح، التحرك كان امبارح تحديدا على طول من رادس مباشرة بعد انتهاء المباراة، وتوجهوا بقى لمطار قرطاج للعودة للقاهرة، وكان في وداعهم السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس. الحقيقة عايزين بس هنا كمان نوجه الشكر لسيادة السفير وكل طاقم يعني السفارة على اللي قدموه للبعثة، حاجة كانت محترمة من بداية لما وصلوا لتونس وفي المطار لحد دلوقتي لما بنتكلم عن الوداع، يعني حاجة كانت في قمة الاحترام. فشكرا جدا أكيد للدبلوماسية المصرية ودورها الكبير اللي بتقدمه. طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب اللي ترأس البعثة كان ليه أثر قوي جدا في دعم الفريق، وجوده دايما الحقيقة بيفرق، وده ظهر يعني بقوة في نتيجة المباراة بالفوز رغم الأحداث اللي سبقت المباراة وكانت سبب في التأجيل لمدة ساعة كاملة، لكن الحمد لله فاز النادي الأهلي في النهاية. كابتن الخطيب كان حريص على تهنئة كل اللاعبين وأثنى على الأداء المميز اللي كل اللعيبة قدموه وأشاد بالروح القتالية العالية للفريق. زي ما احنا بنتكلم وزي ما احنا قلنا، وده اللي طالب بيه كابتن محمود الخطيب اللاعبين ان هم يركزوا في مباراه العوده بالقاهره اللي وصفها بالشوط الثاني، يعني احنا دلوقتي لعبنا شوط ولسه الشوط الثاني، وطبعا احنا عايزين نحسم هنا بقى بطاقه التاهل لدوري النهائي او الدور عفوا النهائي بالبطوله، وده زي ما بنقول وهنرجع نكرر ثاني، ده جزء من شخصيه الاهلي اللي بنركز دايما فيها على اللي جاي، مباراه العوده هي المباراه الحاسمه، اكيد مهم كمان ان احنا نحلل ونشوف الأداء في الذهاب، احنا لعبنا برضو زي ما احنا قلنا بشكل او بروح، يعني روح الاهلي كانت موجوده، احنا بنتكلم ان الاهلي بمن حضر، كل الكلام اللي حضراتكم يعني عارفينه ده عن النادي الاهلي وعن لاعيبتنا وعن الجهاز الفني اكيد هنرجع نكرره تاني، ولكن احنا لو هنتكلم كده برضو ديانج امبارح يا كريم كان بيلعب بشكل محترف جدا بصراحه، ديانج امبارح كان اكثر من رائع، ونزول قفشه في الشوط الثاني برضو غير كتير من سير المباراه، وجود قفشه كان عظيم جدا، يعني هتحس ان هو لاعب لازم يكون موجود، يعني طبعا احنا عارفين ان كان عنده اصابه كل حاجه لكن ربنا يعني سلم، لكن وجوده لما نزل في الشوط الثاني برضو فرق كتير جدا. والتغييرات لو هنتكلم برضو التغييرات بصراحه الموسيماني قام بيها كانت تغييرات منطقيه جدا وفي ميعادها، عارف لما تتكلم كمان التغيير كان في ميعاده، بصراحه موسيماني امبارح شابوه حاجه كانت محترمه، كان في اجماع امبارح على ان شابوه الموسيماني دي حقيقه يعني حتى كمان على يعني من خلال كل وسائل التواصل الاجتماعي، وبطبيعه الحال اكيد زي ما هنتعرف مع حضراتكم في سياق حلقتنا النهارده لما نروح بقى لفقره الصحافه ونشوف اتكتب ايه واتقال ايه عن مباراه الامس وتحديدا كمان عن موسيماني اللي زي ما قلت لكم كان في اشاده واسعه جدا في الخطه اللي كان بيلعب بيها وبالثبات الانفعالي ليه وكل اللاعبين الحقيقه في مباراه الامس. تعالوا بقى نتكلم عن شخصيه الاهلي اللي كانت حاضره بمنتهى القوه ويعني كانت حاضره رغم الاحداث اللي سبقت المباراه، وطبعا زي ما حضراتكم تابعتم كنا بنقول من شويه نزول بعض المشجعين وبالتالي تفريقهم من قبل الامن التونسي اللي اضطر لاستخدام الغاز المسيل للدموع. الاهلي عارف ان الاحداث اللي زي دي امر وارد جدا وبتحصل في اي مكان في العالم، والاهلي عموما عنده من الخبره ما يكفي للتعامل مع مثل هذه الظروف. موسيماني مثلا يعني قال انه قام بتجديد دوافع اللاعبين واتكلم معاهم وحمسهم وهم داخل غرفه الملابس طبعا بمساعده محمد الشناوي وسعد سمير، وده اللي بيخلينا نقول ان شخصيه لاعبي الاهلي كانت حاضره بقوه في مباراه الترجي وبالتالي ظهرت خبراتهم طوال احداث هذا اللقاء ونجحوا في تحقيق الفوز الغالي وبالتالي اسعاد جماهير النادي الاهلي العظيم. طيب لو هنتكلم شويه بقى عن العلاقات بين مصر وتونس، هي علاقات اكيد كبيره، والعلاقات تحديدا هنا بين النادي الاهلي يا كريم والترجي برضو كبيره جدا. قلنا ده قبل الماتش لو حضراتكم تتذكروا، وظهر ده في الاستقبال الحافل بصراحه من اداره نادي الترجي للفريق، واكيد هنا بنتكلم اي احداث بقى يعني من قله لن تؤثر على العلاقات، علاقات النادي الاهلي والترجي كبيره زي ما احنا بنقول، ناديين كبار جدا يعني نماذج محترمه جدا بيتنافسوا كمان باحترام،